نيابة عن الرئيس السيسي مدبولي يشارك في مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء الذي تستضيفه منظمة الفاو. انكماش القطاع الخاص بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع للشهر الثاني في يوليو. النفط ينخفض قبيل قرارات بشأن رفع الفائدة في البنك المركزي الأمريكي والأوروبي. سلام الله عليكم، نشرة اقتصادية جديدة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 الذي تستضيفه منظمة الفاو. من المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال فعاليات المؤتمر نيابة عن الرئيس السيسي. يناقش الاجتماع تأثير أزمة تغير المناخ على الغذاء، كما سيتم عرض التقدم المحرز في تحويل النظم الغذائية مع تحديد الإجراءات ذات الأولوية التي من شأنها تسريع عملية التحويل دعما لتنفيذ خطة عام 2030. دعت مديرة قسم النظم الغذائية والأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو كورينا هوكس لتوجه متكامل ومستدام في النظام الزراعي الغذائي لمواجهة التحديات الغذائية في العالم. جاء ذلك خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما، حيث قالت مسؤولة منظمة الفاو إن النظام الزراعي الغذائي مجهد، مشيرة إلى قلة التنوع في الإنتاج. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاق الحبوب استخدم من قبل الغرب من أجل إثراء الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة التي قامت بتصدير الحبوب من أوكرانيا وإعادة بيعها للدول الأخرى. وفي مقال لبوتين نشره موقع الكرملين، قال الرئيس الروسي إنه لم يعد هناك جدوى من استمرار صفقة الحبوب التي لا تحقق هدفها الإنساني، مضيفا أنه برغم العقوبات المفروضة ستواصل روسيا العمل بكل ما بوسعها لتنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة إلى إفريقيا. وفي أعقاب الانسحاب الروسي من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، تتصاعد التحذيرات من تفاقم أزمة الغذاء العالمية، فيما تضغط أوكرانيا من أجل استمرار صادرات الحبوب دون موافقة روسيا. يهدد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب بتفاقم أزمة الغذاء العالمية، والتي كان بموجبها تسمح موسكو بتصدير حبوب كييف عبر البحر الأسود. انسحاب جعل العالم يفكر مجدداً عن طرق بديلة لاستيراد الحبوب لسد احتياجاته، ودفع الأمم المتحدة بإطلاق تحذيرات من تفشي الجوع. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ما زال يواصل ضغوطه من أجل استمرار صادرات الحبوب عبر البحر الأسود دون موافقة روسيا. زيلينسكي طلب انعقاد مجلس حلف شمال الأطلسي أوكرانيا الذي تشكل خلال قمة الحلف هذا الشهر لمناقشة الوضع الأمني في البحر الأسود، خاصة تشغيل ممر تصدير الحبوب الأوكرانية، داعيا الدول الأخرى لدعم أوكرانيا لمواصلة صادرات الحبوب دون موافقة روسيا. حلف الناتو تجاوب مع ضغوط زيلينسكي وقال إنه سيبحث مع أوكرانيا خلال الأيام المقبلة الوضع الأمني في البحر الأسود. وذكرت المتحدثة باسم الحلف أن مجلس حلف شمال الأطلسي أوكرانيا سيبحث الوضع بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الذي مضى عليه عام، والذي يشرف على صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. أما الجانب الروسي فلم تكتفي موسكو بإعادة فرض حصار بحري على الموانئ الأوكرانية، لكنها وجهت عدة ضربات لمدينة أوديسا الساحلية وغيرها من المناطق الأوكرانية على مدار الأيام السابقة وحتى الآن،
كما هددت بمهاجمة أي سفينة في منطقة البحر الأسود. كانت روسيا أعلنت وقف العمل باتفاقية صادرات الحبوب عبر البحر الأسود اعتراضاً على عدم تنفيذ شروطها ومطالبها في إطار الاتفاقية، ودعت الغرب إلى رفع العقوبات وتحديداً الحظر المفروض على بنوكها باستخدام طريقة المدفوعات الدولية سويفت قبل تمديد الاتفاق. قال مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 19 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، حيث تؤدي المواجهات المستمرة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وفقا لبيانات الأمم المتحدة، يحتاج نصف السكان تقريبا بما في ذلك 13 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية. وحذر برنامج الغذاء العالمي من تدهور الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من الاشتباكات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وأكد المركز أن شركة أي تاكس فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية وتوفير خدمات الدعم الفني، مشددة على أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسؤولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد تخصيص أرض بمساحة 30,000 متر مربع لشركة توري شيما اليابانية لإنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه اللازمة لبعض الأغراض الصناعية والمدنية لمحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه. وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن التعاون في هذا المجال بين الطرفين يستهدف أن تستثمر شركة توري شيما نحو 5 ملايين دولار لإنشاء أحدث مركز خدمة للمضخات العملاقة وتوطين صناعة قطع الغيار لخدمة السوق المحلية، موضحة أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة في خلال 5 سنوات. انتهى اجتماع مجموعة الـ20 في الهند دون توصل لتوافق في الآراء فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، كما فشل الاجتماع في التوصل لتوافق في الآراء فيما يتعلق بدعوة البلدان المتقدمة على تحقيق الهدف المتمثل بحشد 100 مليار دولار سنويا للعمل المناخي في الاقتصادات النامية من عام 2020 إلى 2025. على الرغم من الضغوط الدولية بسبب أزمة المناخ التي يواجهها العالم، فشلت مجموعة الـ20 في التوصل لاتفاق موحد حول التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري بعد اعتراضات موسعة من بعض الدول المنتجة. فشل أثار غضب علماء وناشطين جراء تباطؤ المنظمات الدولية في اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة مع مساهمة الدول الأعضاء للمجموعة مجتمعة بأكثر من 3/4 الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري، كما أنها صاحبة نفس الحصة فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي. ولم يصدر البيان المشترك الذي كان من المقرر أن يصدره مسؤول الطاقة في مجموعة الـ20 في نهاية اجتماعاتهم التي استمرت 4 أيام في الهند بسبب خلافات حول عدد من القضايا، منها الرغبة في زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3 أمثال بحلول عام 2030. وفشل الاجتماع أيضا في التوصل لتوافق في الآراء فيما يتعلق ببحث البلدان المتقدمة على تحقيق الهدف المتمثل في حشد 100 مليار دولار سنويا بصورة مشتركة من أجل العمل المناخي في الاقتصادات النامية من عام 2020 إلى عام 2025. وإلى جانب مسؤولياتها عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تولد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بمفردها 42% من انبعاثات الزئبق الخطرة، فضلا عن انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت التي تساهم في هطول الأمطار الحمضية والغالبية العظمى من الجسيمات في الهواء.
وقد أدت التغيرات المناخية لمضاعفة تهديدات الأمن الإنساني، وباتت مسؤولة عن زيادة النازحين واللاجئين مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتعرض بلدان لفيضانات وعواصف وموجات حر تدمر المحاصيل الزراعية. انكمش اقتصاد القطاع الخاص بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يوليو الجاري، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لأدنى مستوى له في 8 أشهر عند 48.9 نقطة في يوليو الجاري من 49.9 نقطة في يونيو الماضي. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.1 نقطة في يوليو ليصبح أدنى مستوى له منذ يناير الماضي. هذا وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع التصنيع إلى 42.7 نقطة، فيما انخفض مؤشر قياس الإنتاج إلى 42.9 نقطة. دخل مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا نطاق الانكماش عند 48.3 نقطة في يوليو الجاري مقابل توقعات ببقائه فوق مستويات 50 نقطة. كما استمر مؤشر مديري المشتريات الصناعي في نطاق الانكماش وسجل 38.8 نقطة في يوليو الجاري من مستويات 40.6 في يونيو الماضي. أظهر مسح أن القطاع الخاص في بريطانيا ينمو بأضعف وتيرة له في 6 أشهر في يوليو الجاري، مع ركود طلبات الشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي لا يزال مرتفعاً. أوضح مؤشر مديري المشتريات المركب قراءة أولية قدرها 50.7 نقطة في يوليو بانخفاض من 52.8 نقطة في يونيو الماضي في أكبر انخفاض شهري في 11 شهرا. هذا وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 51.5 نقطة في الشهر الجاري من 53.7 نقطة الشهر الماضي، ما يعكس تباطؤا في المشتريات وانخفاض الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين على الخدمات غير الأساسية. تواصل أزمة تكلفة المعيشة في التأثير على حياة البريطانيين، فبعد ارتفاع أسعار الطاقة والسكن والسلع الأساسية تأثر أيضا قطاع السياحة بنسب التضخم المرتفعة. المزيد في سياق التقرير التالي. أزمة تكلفة المعيشة تلقي بظلالها على كافة المناحي الحياتية في بريطانيا، بداية من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وصولا لارتفاع متوسط أسعار السكن. قطاع السياحة والسفر في بريطانيا تأثر أيضا بارتفاع نسب التضخم والرفع المتتالي للفائدة، وذلك بعد أن تخلى العديد من البريطانيين عن تمضية العطلات الترفيهية والشاطئية والاكتفاء بإجازات أقصر داخل المدن هذا الصيف في سبيل توفير المال. وكالة السفر عبر الإنترنت أوضحت أن حجوزات عطلات المدن لشهر أغسطس المقبل زادت بمقدار الثلث بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 بسبب انخفاض القوة الشرائية. وضع دفع البريطانيين إلى زيارة المدن بدلا من الشواطئ لأنها خيار أرخص وتستغرق بضعة أيام وتنطوي على سفر أقل، مضيفة أن من يخططون لقضاء إجازة على الشاطئ في أوروبا يختارون وجهات أرخص. استطلاع مكتب البريد البريطاني أشار إلى أن 82% من يمضون العطلات قالوا أن كلفة الرحلة الجوية كانت عاملا مؤثرا على القرارات المتعلقة بالمكان الذي يجب الذهاب إليه، بينما أثرت تكلفة الوجبات في الخارج على 77% من قرارات التراجع عن قضاء العطلات. يأتي هذا في الوقت الذي أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا بأن المقيمين في المملكة المتحدة قاموا في الربع الأول من العام ب8,600,000 رحلة إلى الخارج لتمضية العطلات، أي أقل 12% عن الفترة نفسها من عام 2019، وذلك لأن الأجور لا تواكب التضخم المرتفع مما يضغط على الأسر البريطانية
والتي أكدت خلال الفترة الأخيرة أنها اضطرت لتقليص مشترياتها. أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يوليو الحالي، حيث تراجع مؤشر جيبون بانك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 49.4 نقطة من 49.8 نقطة خلال يونيو الماضي، فيما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان إلى 53.9 نقطة خلال الشهر الحالي من 54 نقطة في الشهر الماضي. نددت الصين بضوابط التصدير اليابانية على أدوات صناعة الرقائق التي دخلت حيز التنفيذ، ووصفت الإجراءات بأنها موجهة بشكل واضح ضد البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلادها تحث الجانب الياباني على مراعاة المصالح الشاملة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين وطوكيو ومصالحها طويلة الأجل والامتناع عن إساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات. أعلنت شركة نفط الأمريكية العملاقة شيفرون كوربر تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 6,100,000 دولار مقابل 11,620,000,000 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت أرباح السهم الواحد من 5.95 دولارات إلى 3.20 دولارات خلال الفترة نفسها. انخفضت أسعار النفط بعد اقتناصها 4 مكاسب أسبوعية وسط توقعات بزيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط دون 77 دولارا للبرميل بعدما أغلق عند أعلى مستوياته في 3 أشهر يوم الجمعة الماضي، حيث كان الارتفاع مدفوعا بتوقعات تراجع المخزونات في ظل خفض للإمدادات. استقرت أسعار الذهب في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعا سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو. وظل الذهب في المعاملات الفورية عند 1,960 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1,961.80 دولارا. تراجعت الأسهم الصينية برغم الإعلان عن إجراءات لتحفيز الاستثمار الخاص، فيما تراجعت أسهم كونغ كونغ متأثرة بأسهم العقارات والتكنولوجيا. من جانبها ارتفعت الأسهم اليابانية مدعومة بتقرير أشار إلى أن مسؤولي بنك اليابان لا يعتقدون أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الآثار الجانبية للسياسة النقدية المتساهلة للغاية التي يعتمدها البنك. هذا وارتفع مؤشر نيكيا الياباني للمرة الأولى في 3 جلسات مع صعود أسهم صانعي السيارات، حيث بلغ 1.23%. قادت الأسهم الإسبانية الخسائر في أسواق الأسهم الأوروبية بعد أن أسفرت الانتخابات العامة في إسبانيا عن عدم وجود فائز، ما أشار إلى جمود سياسي يزيد من التوتر بين المستثمرين. وهبط مؤشر أيبكس الإسباني بنسبة 1.1% مسجلا أدنى مستوى له في أسبوع واحد تقريبا، فيما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.2%. انخفض الين الياباني وسط توقعات المستثمرين ألا يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة على خلاف ما يخطط له صانعو السيارات أو عفوا السياسات في أوروبا والولايات المتحدة. انخفض الين إلى 141.5 أمام الدولار، بينما سجل 157.28 أمام اليورو.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي تراجع فائض الميزان التجاري الشهري لنيوزيلندا إلى 9 ملايين دولار نيوزيلندي خلال الشهر الماضي مقابل 52 مليون دولار خلال الشهر السابق. جاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات وواردات نيوزيلندا خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، حيث تضررت الواردات من ركود الاقتصاد النيوزيلندي، في حين تضررت الصادرات من تراجع أداء الاقتصاد العالمي. انتهت أخبار هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهرة على الشاشة. هذه تحياتي محمد الرميحي، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.